اهلا بحضراتكم جديد، مستمرين في هذه الجوله للتعرف على اراء مختلفه ومتنوعه عن هذا الفوز المهم للنادي الاهلي وبالذات عن مستر بيتسو موسيماني. كابتن ضياء السيد واحد من الناس او من نجوم الكره القدامى الكبار اللي كان ليهم راي، ربما مش متفق 100% مع موسيماني لكن رايه في هذه المباراه وعن هذا الاداء مهم. ما هو عايزين نسمعه. الاهلي بيكسب، بيرجع، بيعود لمساره الطبيعي الصحيح، بيخلي شكل المجموعه منطقي. طبعا رجع للوضع المفروض يكون عليه. اداره الاهلي والنادي والكوره قفلوا على الموضوع بسرعه من خلال وجود الكابتن محمود مع الفرقه، من خلال الكلام، من خلال الاعداد، من خلال حط اللعيبه في موضع تحمل المسؤوليه، هم يتحملوا المسؤوليه كامله. اللعيبه اتحطت في وضع المسؤوليه واتحطت، انتوا سبب في الموقف ده، انتوا لازم تطلعوا من الموقف ده. طبعا في تكتيك محترم اتعمل، في تشكيل عادل اتعمل بشكل كويس، موسيماني عمله، في منطقيه في اللعب. ايه هي المنطقيه اللي ما حدش هيتكلم فيها؟ هتدافع كويس وتعمل هجمات قليله، هتجيلك فرص قليله، هتكسب. تمام. النادي الاهلي اشتغل بتكتيك محترم. اول مره موسيماني يشتغل الشغل بتاعه هو. ايوه. الشغل بتاعه هو مش مخزون فايلر. 4-2-3-1. كان في تكتيك واضح من موسيماني. اتعمل بشكل كبير واللعيبه نفذته كويس. النهارده الاهلي بيلعب تحت الكوره. اول دقيقه ونص فرصتين انفراد. مظبوط. اول دقيقه ونص. فأنا بشوف النهارده يوم مثالي بالنسبة للنادي الأهلي. تعامل إدارة الكورة بعد فقدان النقاط مع التيم كان مثالي، كان هايل بشكل كبير، كويس. تعامل موسيماني مع الجيم كتكتيك لازم نقول له إنك تعاملت بشكل كويس جدا. تمام. مع الجيم. مين بقى نجحك عشان أنا وأنت نقعد نقول الأهلي تعامل بشكل كويس؟ تحمل اللعيبه مسؤولياته. صح. ما تطلعش اللعيبه من المعادله. مش طول الوقت تطلع اللعيبه من المعادله. مش عايزين بقى نحاسبه على الماتش ده ويجي ماتش تاني يبقى وحش نرجع للنغمه الاولانيه. شوف انا موافق على كل كلام الكابتن ضياء، خصوصا ما تطلعش اللعيبه من المعادله، يعني تحملهم اللوم وقت ما يستحق الامر وتحملهم الاشاده عندما يستحق الامر. ولكن مختلف معاه بس بجمله واحده يا استاذ ابراهيم، حته انه لاول مره يشتغل باسلوبه هو، ما يعتمدش على مخزون فايلر، لان هو فايلر في الاخر ملوش غير مخزون سلبي. يعني الفتره ما بعد الكورونا كلنا بنقول ان الفريق مش ده الفريق الاهلي، ومش ده فايلر كان. بالعكس، هو لما جه موسيماني شفنا بعد التغيير، بعد التعديل، بعد الفوقان، بعد الانطلاق، فده كان مؤكد، ده كان اسلوب يعني يستحقه موسيماني. دي نقطة موسيماني، عشان كمان نقدر نحمله الاخفاقات اللي مش الـ 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 اي نتائج، عدم الرضا عن بعض الاداء، والا ما كناش لمناه بقى اذا كان ده مخزون فايلر. صحيح. هي دي بس. لكن انا متفق مع الكابتن ضياء في كل ما قاله، وخصوصا يعني ان الاهلي رجع لشخصيته.